ما رأيكم في من أخذ العلم الشرعي من إنسان فاسق ودرس على دين؟ إن أخذ العلم طالب العلم يأخذ العلم من هو عنده، إذا جاء العلم أخذه، إذا جاء الحق أخذه ولو من كافر. العلم يطلب ويؤخذ من جاء من فاسق وكافر وثقي، لكن ينبغي أن يتحرى الشيوخ الطيبين والعلماء الصالحين حتى يتخلق في أخلاقهم وحتى يأخذ عنهم العلم. ولكن متى وجد فائدة عند فاسق وعند كافر يأخذها لا يردها، الحق ضالة المؤمن متى وجد أخذها.